أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمة أكل أموال الناس بالباطل. بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة، يبين الله تبارك وتعالى لنا أنه يريد أن يهدينا ويبين لنا سننا وطرائق الذين من قبلنا، ويتوب الله علينا في أخطاء التي وقع الناس فيها في الجاهلية قبل أن يتعرفوا على الله وقبل أن يرسل لهم الرسول الرحيم الرؤوف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآيات. يريد الله لكم أيها المؤمنون، يريد أن يبين لكم ما أحل لكم وما حرم عليكم بالنسبة للمحرمات من النساء وبالنسبة لغيرها من المحرمات من الأموال، مما تقدم ذكره في هذه السورة وفي غيرها. فالله وضع أسسا في التحريم من أجل أن يستقر أحوال الناس نفسيا واجتماعيا وماليا واقتصاديا، حتى يعم في المجتمع السعادة والخير. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائقهم، كيف أن الذين اعتدوا على حدود الله أضروا أنفسهم، والذين استقاموا على أمر الله سعدوا في هذه الدنيا وسيسعدهم الله تبارك وتعالى في الآخرة. ويتوب عليكم، التوب الرجوع، أن يرجع عليكم بالمغفرة فيتجاوز عنكم فيما أصبتم فيه من نكاح زوجات الآباء بالنسبة لسياق الآيات في السورة، وما وقعتم فيه من المحرمات في غيرها قبل أن يبين الله لكم تحريمه بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عليم بمصالح عباده حكيم. عليم حكيم. العليم عندما يشرع لك تشريعا فيه مصلحتك وسعادتك أيها الإنسان المؤمن في الجماعة المسلمة. حكيم، الحكمة أن يضع الأمور في مواضعها. فهل يوجد أحكم من الله وهو أحكم الحاكمين؟ فكيف أيها الناس تتركون حكم الله وشرعه وتنطلقون إلى حكم شرق أو غرب فتضلوا وتزعمون أنهم ستتقدمون؟ تتقدمون إلى ماذا؟ إلى الجاهلية، ترجعون الخلف. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، شرع لكم هذا الدين وبين لكم شرائعه، وعلم ضعفكم وبين لكم إذا قصر العبد ورجع إلى الله يتوب عليه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك في المجتمع شياطين الإنس همهم في الحياة أن يحسنوا مصالحهم وأهواءهم، فإذا زعموا أنهم يريدون مصلحة المرأة وانطلاقها وتقدمها ونزولها إلى العمل، وكالرجل تكشف عن فخذيها وعن ساقيها وعلى آخره، هؤلاء يريدون منا أن نميل ميلا عظيما. والدليل على ذلك الذين يريدون أن يتبعوا الشهوات في نسائنا وأعراضنا، عندما يدعونهم إلى التكشف والانطلاق لا من أجل مصلحة المرأة، إنما لنميل عن الحق الذي أنزله الله فيحصل من ذلك شهواته. هناك حوادث واقعية وأذكرها للناس وأكررها دائما لأنها وقعت معي وليست قصة تاريخية مزعومة أو خيالية.
كنت أدرس في مدرسة للبنات إعدادي وفيها يمكن ثانوي. كان في أستاذ ديانته، نحن ندرس ديانة إسلامية ودرس اشتراكية، ديانته اشتراكية يعني. فأنا نزلت إلى المديرة في مصر بسموها ناظرة من أجل بعض الأمور، لأستلم بلاغ أوقع وأستلمه، وجلست قليلا حتى أوقع. فدخل أستاذ التربية الاشتراكية أو التربية القومية يسمونها أحيانا، يشتكي على الطالبات، قال لي يا رفيقة الاشتراكية، نحن نقول المسلمين أخوة يا أخي، إن بقول يا رفيق يا رفيقة، قال لي يا رفيقة سجلي لي اسم فلاني. خير للأستاذ إيش فيه؟ قال له بدها تأديب. قالت له حاضر نأدبها. ماذا فعلت؟ قال لها أنا أقول لهم الدنيا حر، لماذا تغلقون يعني أزرار اللباس من الأعلى وتضعون على رؤوسكم وتكتمون أنفسكم؟ انطلقوا شمروا على أيديكم وسواعدكم وسواعدكم، افتحوا صدوركم شموا هواء. قال استأذنت هذه الطالبة فلانة وقالت يا أستاذ تسمح؟ قال سمحت لها، ظنيت انه هي تقدمية بدها تحكي بشكل جيد تتكلم كلام صحيح. قالت له المديرة ماذا قالت؟ قالت له يا أستاذ اطمن، نحن نلبس اللباس هذا يقينا الحر ويقينا البرد، فمنا مشوبين، أستورين ومنا مشوبين، بس يظهر عقل الأستاذ مشوب. قال غضبت وبهدلت وجاي أشكيها. المديرة قالت له يا أستاذ طول بالك. قال لا لسه على الأنكة من هيك. قالت له خير في شيء أسوأ؟ قال أقول للطالبات المرأة عندما تلبس الحجاب وتخرج، حجاب أسود يعني، وتخرج في الشارع كأنها كيس فحم ماشي في الطريق. فاستأذنت هذه الطالبة، قالت له فأزنت لها؟ قال لي أزنت لها، بركب بتفهموا بيصيروا منيحين جيدين. قال ماذا قالت؟ قال قالت لي يا أستاذ نحن في البيت نلبس أصفر وأحمر وخضر مثل الزهرة، أما في الشارع خيشة فحم تعلى عيون اللي عم تلصص الذي يتلصص علينا. الطالبة بفطرتها وهي في الأعدادي في الثالث كني أظن أعدادي، فهمت أن قصد هذا الإنسان لا من أجل المرأة أن تشم هواها، من أجل أن يتلصص على أعراض النساء المسلمات. فالذين يتبعون الشهوات، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيء إلا ذكره وبينه، ولكن المسلمين غافلين عن هذا. ويريد الذين يتبعون الشهوات، حصدوا شهواتهم من نسائكم أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يخفف عنكم من الأحكام الشرعية ومن العقوبات الشديدة. قبل أن يقع في العقوب في الزلة وضع الله له حدود، الرجل يغض البصر والمرأة تستتر، فينشغلان بكل واحد بعمل الأساسي، عندما يكون هناك زواج يعاشر بعضهم البعض ويعيشون في سعادة، أما أن يتلصص هذا على تلك وهذه على أو هذه تتكشف أمام فلان وتغريه وكذا ويقعون في الفواحش، وبعدين يفسد المجتمع ويكسر فيه أولاد الزنا أو مشاكل القتل أو هذا، قبل أن يحدث ربنا تبارك وتعالى خفف عنكم، لأن الإنسان ضعيف عنده غرائز، هذه الغرائز تتفلت عندما تغريه شياطين الإنس والجن أو شيطانات الإنس والجن. وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس أحد تلاميذ ابن عباس وهو من اليمن أصله من جند، قال وخلق الإنسان ضعيفا في أمر النساء، يعني قد لا يتمالك الرجل نفسه أمام المرأة، قد هم معناها كل الناس، ولكن المرأة لها أثر كبير بالنسبة للرجل، والإسلام بيّن لنا هذا حتى لا يحيد الإنسان على الحق عن الحق من أجل شهوته، حتى يضبط نفسه ويعلم أن ربه ما أمره إلا بما يصلح حاله. وخلق الإنسان ضعيفا. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين الخط الذي ذهب إليه طاووس، فيقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء،
يعني فسدوا وخرجوا عن الحق من أجل النساء. ولذلك اليهود في العالم الآن ينشرون الفواحش ويسيرون النساء بحجة إنه المساواة بتخرج مع الرجل وكذا إلى آخره. بعدين تقع الواقعة، المرأة هي التي تخسر، وتظن النساء الجاهلات أن هذا من مصلحتهم، ليس من مصلحتهم. بدليل أنني زرت فرنسا وألقيت فيها بعض المحاضرات، زرت أمريكا وألقيت فيها بعض المحاضرات. حدثني أحد أقاربي كان هناك دكتور في الطب في الجراحة، قال لي عنا، كان هذه تتكلم معي، كان هذه ممرضة عندنا، عندها 4 أولاد بس ما تعرف إنه أبوهن، مسكينة تشتغل ليل ونهار حتى تقدم لهم، هذا قضى شهوته والآخر قضى شهوته منه، وهي هذا تحرير المرأة؟ أم المرأة تكون سيدة بيتها ومشرفة على أولادها وتعرف أولادها، أولاد ولاد فلان، ترعاهم ويرعاها ويكونوا أسرة متماسكة في المجتمع تضم شمل المجتمع، ولا تكون في مجتمع متفلت؟ وأعطيكم مثالا واقعيا كيف يكون مجتمع متفلت عن طريق الزنا. أحد الأشخاص من سوريا الذي ذكر لنا هذا أستاذنا في أحد أساتذتنا في جامعة دمشق، ذهب إلى فرنسا ليدرس. طبعا يا إخواني في فرنسا ما تظن كلهم متفلتون، لا، لا زال في أسر محافظة، إذا واحد يسكن عندهم، إذا شخص يسكن عندهم اشترطوا عليه إذا بتأخر بعد الساعة 11 ما تدخلوا البيت، وبيلتغى العقد بيناتهم، ما بصير يروح لأماكن الدعارة أو الفساد أو كذا، يعيش مستقيم معهم. هذا يسمون أنفسهم محافظين، وإن كانوا قلة ولكن موجود. حدثني هذا الأستاذ أن شخصا من سوريا استأجر، بحث عن مكان يسكن فيه حتى يكمل دراسته في فرنسا. طبعا سكناه بالفندق أمر مرتفع السعر، والفندق غير صالح للدراسة ووضع مراجعه إلى آخره، فحصل غرفة ولها منفذ خاص ولها مرافقها، فيها حمامها ودورة المياه وكل شيء، غرفة واحدة تكفيه، وأجرتها جيدة، أرخص من الفندق بكثير مع الخدمات، يعني بنظفوا له وكذا إلى آخره. فذهب أعطاه الدلال العنوان وذهب إلى هذه الفيلا، ووجد الغرفة فعلا في جانب الجنينة وأعجبته واستأجرها ووقع العقد. وكان قبل أن يدخل للبيت شاهد من البيت خارج فتاة في منتهى الصبا ومنتهى الجمال تبكي بكاء مرا، فلفتت نظره، ولكن بعد أن أجرى العقد واللي وقعت العقد سيدة البيت، فأحب أن يسألها، قال أنا رأيت فتاة جميلة كذا خرجت من عندكم وهي تبكي، أرجو أن لا يكون يعني هناك مشكلة وكذا. قالت له إيه هذه بنتي فلان بنتنا. قال خير إن شاء الله ما في شيء بيناتكم بينا، حتى يعني هي متأثرة كل هذا التأثر وتبكي بكاء مران. قال لما بدأت تضحك علينا استأجر الغرفة اللي استأجرتها بكذا فرنك. قال لهم أنا أعتبر العقد لاغي، أجروها، هي أولى مني، هذه بنتكم. قالت له لا، كيف نأجرها؟ تروح تضحك على غيرنا، شفنا واحد الرجال يحويها وتستأجر منه تضحك عليه تأخذ بجرة رخيصة، نحن ما بنأجر لها السعر، ما بصير تلغي العقد. قال له يا أمك ما بلغي العقد. ولكن استغرب، قال بقيت 3 أيام وأنا أفكر كيف بنتهم ما يسألوا عنها، كيف نحن العرب بنته الواحد إذا اطلقت مثلا أو مات زوجها حطها في صدر البيت وبكسر خاطرها واللي بتأمره بصير واللي كذا، ما هذه القطيعة والتفكك في المجتمع؟ لماذا لا يتعرف على بنتها وهي المرأة ولدتها منها؟ قال لأنه من الزنا، ما عاد يعني الرجل يهتم هذه المرأة عجب منه ولا من غيره، وأمها أيضا تعرف هذا من زوجها فلان ولا من صديقها ولا من ابن الجيران، ولذلك هي غير حريصة على مصلحة بنتها، حريصة على ما يؤمن لها سعادتها إلى أن تموت. أنا رأيتم مثل تفكك المجتمع بهذا الشكل؟ فربنا تبارك وتعالى خفف عنا عندما شرع لنا هذه التشريعات، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا،
ضعيفا لا بالنسبة لشهوة النساء، بل ضعيفا لكل مصالحه الدنيوية المادية والمعنوية. ولذلك وضع الله له تشريعا دقيقا عمليا واقعيا، ليس مثاليا، فالإنسان ليس ملائك إنما هو ضعيف، وليس متفلتا يغرق هذا الإنسان في الشهوات ويضيع ويصبح كالدب من الدواب لا تعرف غير طعام وجنس. لا، الله تبارك وتعالى وضح كل شيء بدقة وعناية. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ضعف الإنسان بالنسبة لمصالحه وأهوائه وشهواته ومنها النساء، بين الله سبحانه وتعالى ضعف الإنسان بالنسبة للمال، فنبه على أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، فيقول سبحانه في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المال أيها الإخوة عصب الحياة، ليس بالنسبة للفرد كما ذكرت في حلقة سابقة، بل أموال الأفراد جميعا هي التي تكون الاقتصاد للمجتمع. فإذا كان توزيع الثروة بين الأفراد على نظام فيه الاستغلال، فيه الجشع، وفيه التسلط من ربا ومن غصب ومن كذا، عندما يصبح المجتمع ما تسير أمور الرجل إلا بالرشوة بالمال أو بالرشوة عن طريق الجنس، كم من إنسان يدفع مالا لفاسدة من أجل أن تذهب إلى رئيس دائرة أو إلى كذا في بنك أو كذا حتى يسير مصالحه. هذا مجتمع؟ هذا ليس مجتمعا. الذي يملك المال والجنس يستطيع أن يتسلط. وانتبهوا أيها الإخوة، الذين يفسدون في الأرض بالمال والجنس هم اليهود بالدرجة الأولى، ويتحكمون في العالم عن هذه الطريق، فيفسدون أموال الناس واقتصادهم ونساءهم وعلاقاتهم الجنسية حتى يصلوا إلى أغراضهم. فربنا تبارك وتعالى ضبط هذه الأمور ويتحدث هنا عن المال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة، التجارة تبادل. وأود أن ألفت النظر إلى قوله تعالى: تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قد يكون نظر بعض الناس اليوم أن المال هو الليرات السورية أو الدولار أو اليورو أو القطعة الذهبية. قديما كانوا يستعملوا القطعة الذهبية ثم استبدلوها بهذه الوريقات لأن حملها أسهل، وهذه الوريقات أصلها كسندات لرصيد ذهبي. واستعمل الناس أيضا في التبادل التجاري الفضة، ولكن ليس الفضة ولا الذهب ولا الأوراق المالية هي المال فقط، إنما هي وسيلة لتبادل الأموال. الأموال ما يخلقه الله في هذه الأرض مما نتغذى به ونأكله أو تأكله أنعامنا، ومن الحيوانات التي نتغذى بلحومها، ومن كل شيء خلق من هذه الأرض، الأقطار التي ننسجها ونلبسها، الصواف، وكل شيء خلق من هذه الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فكل الذي خلقه الله هو مال، ووزع الله الثروات والمال وأمر بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وحرم الرشوة وحرم الربا حتى لا تتكدس الأموال بيد أشخاص فيتحكمون في المجتمع لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فباعتبار أن المال عصب الحياة، ضبط الإنسان الإسلام تبادل الثروات المالية بالتراضي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. تجارة كيف؟ تجارة أن تحبس السلعة عن السوق حتى ترتفع سعرها وتبيعها 3 أضعاف، هذا اسمه تجارة؟ لا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن رضا نفسي. ولذلك العقود التجارية في الحكم في الشرع الإسلامي ينبغي أن يكون المتبايعان متراضيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني بعد ما عقدوا الصفقة كل واحد منهم بالخيار يتراجع عن هذه الصفقة طالما هن في مجلس العقد ما قاموا للساعة ولا كتبوا صق العقد إذا كان بدهم يكتبوا صقوق ولا وقعوا، فهم بالخيار. وأجاز الشرع الإسلامي حتى بعد انعقاد العقد أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار 3 أيام،
أحد الصحابة جاء وقال: يا رسول الله، لا خلابة ولا مكر، وإني أغدر في البيعات، يعني بشتري ببيع غلبوني ما بعرف أشتري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا خلابة ولا خديعة ولا مكر، ولي الخيار ثلاثة أيام. فاستنبط العلماء أنه يجوز أن يشترط أحد المتبايعين الخيار أن يتم عقد الصفقة أو يتراجع خلال ثلاثة أيام، اسمه خيار الشرط، من أجل أن يتحقق الرضا، لأنه يشتري هذه السلعة ليستفيد منها. فإذا كان الأمر على عجل وهو لا يفقه أمره، فلماذا يشتريها ويتضرر بها؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هل يقتل الإنسان نفسه؟ نعم. عندما يرتكب الناس المعاصي يقتلون أنفسهم، يدمرون أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة. اسمعوا إلى جانب من جوانب قتل النفس. ليس قتل النفس من الناحية المادية والاقتصادية عندما يفسد الإنسان أمواله، تكلمنا عن السفهاء، إنما قتل النفس أيضا عندما يخالف أمر الله في المعاصي يقتل بها نفسه. ألم تسمعوا ما يقوله الأطباء؟ أن الإنسان عندما يقع في الزنا قد ينتقل إليه مرض الإيدز، يعني نقص المناعة، ثم يزني مرة أخرى فينقل إلى أخرى، والأخرى تنقل إلى آخر، والآخر ينقل إلى آخر. أليس هذا قتل النفس؟ هذا الكلام اللي تحدث عنه الأطباء اكتشفوه قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم، أي الزنا، إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نعم، الأمراض النسائية والمشاكل النسائية ما كانت قبل 200 سنة وقبل 1000 سنة، ما كانت موجودة ولا يعرفونها. السبب التفلت، مع العلم أن في مجتمعنا الإسلامي التفلت لا زال يعني قليل، ولكن في المجتمع الغربي هناك طامات، الحمد لله على دين الإسلام. ولن يسعد العالم إلا بأن يرجع للإسلام إيمانا أو اتباعا لما أنزل الله واستسلاما لحكمه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم بمعصية الله، ولا تقتلوا أنفسكم بالفعل، لأن الذي يقتل نفسه وينتحر والعياذ بالله تعالى، إذا استحل الانتحار يموت كافر، وإذا كان ما استحل الانتحار ولكن أصابته حالة نفسية ولم ينتبه إلى إيمانه فقتل نفسه، فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب فيها بطنه ويجأ فيها في بطنه في دار جهنم إلى يوم القيامة، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في جهنم إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. لهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر به يده، يعني قطع العرق اللي هو ينزف دم، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وأقول لهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم، إن فجروا أنفسهم بين الفجار الكفار الظالمين المعتدين ليوقفوا من ظلمهم فهم إن شاء الله سعداء إلى الجنة، أما إن فجروا أنفسهم بين المسلمين ليقتلوهم من أجل ماذا؟ ما هو في سبيل الله كالأول، لا، في سبيل حسين أو في سبيل حسن أو في سبيل علي أو في سبيل الله ورسوله وعلي والحسن والحسين منهم براء، وسيدخلون نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا، عدا عن مسؤوليتهم عمن قتلوا في هذا التفجير، ولذلك يسمون هؤلاء انتحاريين أو منتحرون. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن.
لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.